تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له، وما زلنا في باب كثرة أو بيان كثرة طرق الخير. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. أنا الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الرابع عنه: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه جملة من الفوائد والمسائل والأحكام والآداب. منها أولا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخير وجمع طرقه وتحصيله كله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الخير ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ناسا قالوا: يا رسول الله، جاء في رواية أو في لفظ أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع مفردها دثر، وهم الأغنياء، أصحاب الأموال، أرباب الأموال. ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف أنهم يريدون المسابقة في هذا الميدان اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، المتأمل في أحوالهم، أنهم كانوا ينافسون في الخيرات، وهذا أمر مشروع. لذلك الله جل وعلا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض على قضية المسابقة في الخيرات، المسابقة في الخيرات. والصحابة رضي الله عنهم حازوا قصب السبق فيها، فلم تكن الدنيا تلهيهم عن المسابقة في الخيرات. المتأمل في هذا الباب يجد عجبا، حينما نتأمل في آيات القرآن نجد إذا جاء ذكر الدنيا يأتي الخطاب فيها بالمشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيضا قضية الدنيا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن الابتغاء وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لماذا؟ لأن العاقل يدرك بأن هذه ثانية وتلك باقية، فهل العاقل يقدم الفاني على الباقي؟ ما يعقل هذا. طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الدنيا، ولذلك تحتاج إلى مثل هذا التحريض، تحتاج إلى مثل هذا التنبيه، تحتاج إلى مثل هذا الحث، حتى يعني تنطلق في هذا الفضاء الرحب من أبواب الخير التي شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، يجوز للإنسان أن يطرح مسألة التنافس في الخيرات. فمثلا يقول: فلان سبقني في كذا، هل تدلني على عمل أسبقه فيه مثلا؟ أو أني لا أستطيع أن أفعل كذا لعدم القدرة مثلا، هل تدلني؟ هذا ليس من الغيبة،
هذا من باب التنافس الشريف، التنافس في باب الطاعات. ويذكر عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره. هكذا كان رضي الله عنه. الأمر الآخر أن من لم يكن عنده قدرة مالية على التصدق والإنفاق، فإن الله جل وعلا فتح له أبواب من أبواب الخير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ما عندنا قدرة مالية، نحن فقراء. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العوض العظيم. هناك عوض يستطيع الإنسان من خلاله أن يحصل على الأجر والثواب من دون بذل مال، من دون بذل مال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدق، يعني قول سبحان الله صدق، صدق تتصدق بها، إن بكل تسبيحة صدق، وكل تكبيرة صدق، قول الله أكبر سبحان الله والله أكبر، كل تحميدة صدق الحمد لله، وكل تهليلة صدق الله أكبر. هذه الباقيات الصالحة خير عند ربك. قد جاء في آثار أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الذي يبقى. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، يعني إذا أمرت بمعروف، المعروف طبعا ما جاءت الشريعة بالأمر به، أمر إرشاد أو أمر وجوب إيجاب، هذا كله تأمر به بشرط أن تعلم أن هذا معروف، أنت أيضا أن تعلم الحكم، أن حكم هذا فريضة ولا سنة ولا واجب، وأن تكون رفيق بالأمر بالمعروف. لما تأمر تكون رفيق. وكذلك النهي عن المنكر، تنهى عن المنكر المحرم والمكروه بشرط أن تعلم بأن هذا منكر، بشرط أن تعلم درجة المنكر، هل هو محرم أم مكروه، وأيضا أن تكون رفيق بما تنهى، لأن الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ويقول جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شام. يعني أنت لو دللت إنسان على سنة من السنن اللي غير مواظب عليها أو جاهل بها، هذا أمر بالمعروف. لو نبهت إنسان على منكر واقع فيه، هذا نهي عن المنكر، لك صدق، ولا تنصح على شرط القبول. يعني أنت إذا أمرت بالمعروف وفق الضوابط الشرعية، قواعد المرعية، وبنية يعني صافية، وبطوية صالحة، فإن لك الأجر والثواب، اهتدى أو لم يهتدي. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تتاجر مع الله لكن وفق الضوابط الشرعية، مو يجي واحد يقول: والله أنا ما همني، أنا أبغى الأجر، لكن أنكر على أي حال، غير صحيح. النهي عن المنكر له فقه، والأمر بالمعروف له فقه، لابد أن يسلك الإنسان المسالك هذه. والله جل وعلا امتدح هذه الأمة لكونها تعتني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنصوص كثيرة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء: التغيير باليد للسلطان أو من يستمد سلطته من الحاكم، الإنكار باللسان للعلماء ولمن عرف بأن هذا منكر وعلم ذلك وعرف الحكم، الإنكار بالقلب يكون لمن لم يستطع الإنكار لا باليد ولا باللسان، وهذا يشمل الجميع، وهذا يشمل الجميع. إذن هذا صدق أيضا.
هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والمقصود بالبضع هنا الفرج، بمعنى أن من يأتي زوجته بالحلال، طبعا يأتي زوجته، فإن له فيها صدقة. يعني هذا يدلنا على أن النكاح عبادة من العبادات، وقربة من القربات، وطاعة من الطاعات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الرجل يجامع امرأته ينال الأجر هو وإياها؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يعني اللي يدرس في يعني فن أصول الفقه في باب القياس يستدلون بهذا الحديث على قياس العكس، على قياس العكس، ويقولون قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل، إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة، لمفارقة العلة. العلة هنا كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله، وهو أن وضع شهوته في حلال. نقيض هذه العلة إذا وضع شهوته في حرام فإنه يأثم على ذلك ويؤجر ولا يؤجر. وهذا يسمى قياس العكس، العكس كما ذكرت قبل قليل في يعني له عناية بأصول الفقه. والمقصود بأن هذا الحديث حديث عظيم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كثرة أبواب الخير. سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. الشخص الذي ما عنده قدرة أيضا اكتفاء بحيث يفرغ شهوته في الحلال بحيث يحصن فرجه وجوارحه له أجر، له أجر. هذا يدلنا على أن هذه الشريعة ما حصرت أبواب الخير في باب واحد أو بابين، بل أبواب الخير ليس لها عد ولا حصر. حتى الشهوة حينما يأتيها الإنسان ما دام أنها في الحلال فله فيها أجر ولله الحمد. طبعا تمام القصة، أهل الدثور الأغنياء لما سمعوا بهذا الحديث ذهبوا يعملون به، ذهبوا يعملون به. فجاء فقراء المهاجرين يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، يعملون مثلنا الآن. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لاحظ المنافسة العظيمة، يقول صاروا يسوون مثلنا، يسبحون ويحمدون وكذا زيادة على معنى. قال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. سلام الله عليك. قال رحمه الله الخامس عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. رواه مسلم. نعم، الحمد لله. هذا حديث عظيم جدا، وهو أيضا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام باب من أبواب الخير، وهو طلاقة الوجه. ومعنى طلاقة الوجه البشاشة، يعني إذا قابلت أخاك أو أي إنسان فقابله بوجه طلق، يعني بشوش، مستبشر، منفرج الأسارير. لا تقابله بوجه مكفهر، لا تقابله أنت مقطب الجبين. هذا من المعروف ومن الصدقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة يشمل أي شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني ولو أن تلقى، هذا على سبيل التقليل مع عظمه، يعني ولو أن تلقى أخاك يعني على أقل تقدير قابله بوجه طلق. وهذا طبعا يشمل حتى قضية السائل إذا جاءك ولم تستطع إعطائه شيء، يعني قابله بابتسامة، قابله بوجه بشوش، رده بكلمة طيبة، رده بكلمة طيبة. للأسف بعض الناس يعني عنده مفاهيم مغلوطة لقضية التعامل مع الآخرين، يظن بأن البشاشة والتبسط وانفراج أسارير الوجه وكذا أنه يعني هذا ينزل من قيمته أو يجرئ الناس عليه. ما أدري الفهم هذا العجيب، ولذلك هذا يمارسه بعض الناس خاصة في محيط العمل، تجد يمارس هذا الشيء خاصة إذا كان عنده يعني مكان أو رتبة بين زملائه. هذا فهم مغلوط، فهم مغلوط. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كان يقابل الناس بوجه طلق، متبسم صلى الله عليه
وآله وسلم. وللأسف الشديد يعني بعض الناس تجد عجب يعني في تعاملهم مع الآخرين، الغلظة والبشاشة وكفرار الوجه، هذه حقيقة يبعث على الحزن، يبعث على الضيق، يبعث على التشاؤم والعياذ بالله، والمسلم مطالب لا يتشاؤم. سبحان الله العظيم، لعلكم تتفقون معي، الآن لو رحت مثلا تراجع في إدارة حكومية زين، وقابلك الموظف بوجه طلق، بماذا تشعر؟ تشعر بسعادة، تشعر بأن اليوم يوم طيب. حتى لو ردك وقالك والله معاملتك ما نجزناها وما انتهت، ترجع طيب الخاطر، طيب الخاطر. لكن إذا راجعت موظف قابلك بك فهرار وجه، تقطيب جبين، ها كأنه يريد أن يفترسك، حتى لو أنجز لك المعاملة لن تخرج طيب الخاطر ولا منشرح الصدر، طبيعي جدا. لماذا؟ لأن الواقع بأنها يعني عكر صفو يومك هذا الإنسان. ولذلك المسلم دائما بشوف بعض الناس للأسف يعني يستدعي مشاكلها الأسرية معه في العمل، فمثلا عنده مشكلة مع زوجته، مشكلة مع أولاده، مشكلة في البيت، فلما يجي العمل يحاول أنه يعني مثل ما يقولون يفش غلة في الناس. هذا بأي حق؟ بأي حق يأتي يعني يرفع صوته أو يعني مقطب الجبين أو كذا؟ هذا غلط. فيعني على أقل تقدير حاول أن تفصل بين الأمور، مشاكلك في الأسرة والبيت خليها هناك في يعني بين الجدران الأربع، لا تخرجها معك ولا تستصحبها معك. أنا أعرف المسألة صعبة شوي، لكن الإنسان يتدرب عليها، ممكن يتدرب. وإذا جيت العمل حاول أن تعيش جو العمل، حاول أن تعيش جو العمل دائما. سبحان الله الابتسامة، حتى يقولون الإنسان إذا أراد أن يتبسم وأن يضحك ما يكلف ذلك إلا تحريك عضلتين أو ثلاثة في الوجه، لكن الغضب تقطيب الجبين هذا يعني كفهرار الوجه والغضب يكلف ما يزيد على 40 عضلة يحركها في يعني مسألة صعبة. ذلك بعض الناس ربما يصاب بالشلل والعياذ بالله ساعة الغضب. لماذا؟ لأنه في توتر في الجسم، في حركة عضلات وفي كذا. فالمقصود عموما يعني دعونا من هذا، وإن كنا نستأنس به، أن من المعروف أنك تتبسم بوجه الآخرين. وهل يكلفك هذا الشيء؟ ما يكلفك شيء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نعم، حديث عظيم هذا أيضا، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي مفاصل أعضاء البدن، وفي الإنسان 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل على عدد أيام السنة. كل مفصل هذا عليه صدقة إن أحسن الإنسان يعني إن أحسن الإنسان تتبع هذا الباب من أبواب الخير، فيعتق به أعضاءه ومفاصله من النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدق، تعدل بين اثنين صدق العدل. وسبق أن ذكرنا شيء من هذا، هذه صدق العدل بين الاثنين، العدل بين الزوجتين، العدل بين الأولاد، العدل بين الموظفين، العدل بين الجيران، العدل بين الخدم، وهكذا تعدل بين اثنين صدق. وبعض العلماء حملوا على الصلح، تصلح بين اثنين. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدق. ف
تعين الرجل على في دابته تحمله عليه. مثلا قديما كان ركوب الدابة خاصة إذا كان حصان أو فرس فيه صعوبة، فإذا كان إنسان يحاول أن أن يركب دابته ولا يستطيع، فلما تأتي تعينه على صعوده عليها صدق، أو عنده أغراض ومتاع ما يستطيع حملها أو يثقل عليه تعين عليه صدق، الله أكبر. الآن سيارات، الآن سيارات، كيف تعين الإنسان على سيارته وسيلة نقله؟ تقل يعني مثلا إذا تعطلت تحاول قدر المستطاع إصلاحها، أو مثلا معاونته على إصلاحها مثلا يعني، أو الانتظار معه أو حمله مثلا، يقول الآن ما يستطيع في تحت الشمس الحارقة، يريد أن يبقى السيارة ويذهب إلى بيت، تحمله مثلا إلى بيته، عندها أغراض صعب يعني يحاول في حملها ما يستطيع أو كثيرة، مساعدتك له صدقها. هذه التفاتة عظيمة جدا. للأسف تجد بعض الناس الآن ما كأن اللي في الشارع يعنونه، ما كأن اللي في الحي يعنونه، أصبحنا سبحان الله عندنا جفاف في المشاعر، تصحر في الصدور، قسوة في القلوب، يعني في عرق في قلب وصدر، في صدر كل مسلم عرق الأخوة. المسلم لما يمر على شخص يشعر بأنه يحتاج إلى مساعدة ما يخليه، لابد أن يساعده بالقدر الذي يستطيع، بالقدر الذي يستطيع. هذه أخلاق المسلمين، هذه أخلاق المسلمين. وذلك بعض الناس يقول أنا كل شاتم معلقة بكراعها، أنا مالي ومال الناس، علي بخاصة نفسي، غير صحيح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. مثل يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هذا هو المسلم. فهنا تحمل قال صدق، أو ترفع له عليها متاع صدق، يعني أي شيء من الأشياء التي يحتاجها الإنسان في وسيلة النقل اللي عنده، تركب عليها، تنزل منها، عند متاع ما يستطيع حملها، عند متاع كثير حمل بعضه وأردت أن تساعده في حمل الباقي، هذا كله من أخلاق له، كله صدق لك، كله يسجل في ميزان حسنات. قال والكلمة الطيبة الصدق، يقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن، يقول جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة الطيبة صدقة، أي كلمة طيبة تقول صدقة، الدعوة إلى الله صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، أن ترد السائل بكلمة طيبة لا بكلمة عنيفة وغليظة وجافة، يعني جاك سائل وما أنت ما عندك شيء تعطيه أو ما عندك رغبة، تقول الله يرزقك، هذه كلمة طيبة، هذه كلمة طيبة. كذلك رد الكلمة السيئة بالكلمة الطيبة، يعني مثلا غلط عليك تقول جزاك الله خير أو غفر الله لك مثلا، هذه كلمة طيبة، ولذلك الكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. ولذلك الرجل الذي من بني سلمة لما انتقل قوم من بني سلمة انتقلوا إلى قرب المسجد، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مكاننا بعيد فأردنا أن نقترب من المسجد، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني كلما ابتعد كلما أكثر الإنسان الخطأ إلى المسجد كلما كثر ميزان حسناته وثقل ميزان حسناته، صدقات عظيمة. قال وتميط الأذى في الطريق صدقة، الإماطة الإزاحة، تميط الأذى في الطريق صدقة. والأذى على نوعين، أذى حسي وأذى معنوي. الأذى الحسي المعروف طبعا حجارة أو شيء من الأشياء التي تؤذي الناس، تؤذي المارة، وأيضا ربما يعني تتسبب بضرر على السيارات مثلا، تزيحها عن الطريق صدق. الأذى المعنوي أن تكف شرك عن الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرقات، قال الصحابة يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد، فقال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، ردوا السلام، غضوا البصر، تأمروا بالمعروف، تنهون عن المنكر. فإذا الإنسان أحيانا
لما يكون في الطريق قد يؤذي أذى معنويا، وذلك مثلا بملاحظة الغادين والغاديات والرائحين والرائحات، يعني يراقبهم بنظره، هذه أذية. أو يتلفظ على من يمر مثلا بكلام سيء مثلا، هذه أذية. فإزاحة إماطة الأذى عن الطريق صدق، وسيأتي شرح هذا مفصلا. طبعا رواية مسلم من حديث عائشة إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، هذا تفسير للسلامة، تفسير للسلامة. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، هذا كل ذكر، وعزل حجرا عن طريق الناس، عزل حجرا عن طريق الناس. والعزل هنا للحجر ليس على التعيين، وإنما في الغالب أن الذي يؤذي الناس الحجارة في الطريق، لكن قد يكون شوك، يكون شوك مثلا، يكون حبال أحيانا تسبب حوادث، فأي شيء يؤذي الناس في الطريق تزيحه، أو شوكة أو عظما. شوكة طبعا كما ذكرت أنا قبل قليل، هذا طبعا جاء التفصيل، أو عظما عن طريق الناس، أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر، عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الله أكبر. تخيل إنسان الآن يوميا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله مثلا، ثم بعد ذلك أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أزاح حجرا أو شوكا أو عظما عن الطريق. الآن مسامير، الآن كثير من الناس ما بين فترة وفترة سيارته تتعطل، يقولون بنشر الكفر. ليش؟ لأن مسامير في الأرض، من الذي وضعها؟ ولماذا أنا إذا مررت في الطريق ورأيت المسمار ما أزحته عن الطريق وما أمضته عن الطريق؟ ولذلك هذا من الإيمان، هذا من الصدقات، هذا من العبادات، هذا من القربات. فلذلك الإنسان يوميا يحتاج إلى أن يغرف من هذا النهر المتدفق بالصدقات والحسنات، وهي سهلة، ما تكلف شيء. أنت الآن وأنت سائر للمسجد، سائر مثلا كذا، ورأيت في الطريق شيء وزحته، خلاص هذه صدقة لك، هذه صدقة لك، أسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله. نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما هيئ للضيف. نعم. من غدا، الغدو هو الذهاب أول النهار، وراح الذهاب بعد الزوال، هذا من حيث اللغة، لكن قد يطلق على من راح أيضا في أول النهار، يقال راح أول النهار. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة، قال من راح، وهذا الرواح يكون متى؟ في الصباح، في الصباح. وأصل الكلمة في اللغة هي من حيث المعنى من راح، يعني يكون بعد الزوال، لكن يطلق أيضا الرواح على أول اليوم. من غدا إلى المسجد أو راح، يعني هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان يتردد على المسجد في النهار وفي الليل ذهابا وإيابا. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف من الطعام والشراب والفاكهة، فالله عز وجل يهيئ لهذا العبد في الجنة على قدر ذهابه إلى المسجد ورجوعه من المسجد، وهذا باب من أبواب الخير. ولذلك الإنسان يحرص على الذهاب إلى المسجد مشيا أفضل من ركوب وسيلة النقل، إلا إذا كان هناك ضرورة كحر شديد أو رطوبة مثلا أو مطر شديد أو ظلمة ظلام مثلا يخاف منه، مثلا يخشى من الكلاب السائبة أو يخشى من كذا، نعم الأفضل يركب وسيلة النقل. أما إذا كان الأمر الحمد لله الجو طيب وكذا، يبكر إلى المسجد ويذهب ماشيا. نعم. الله إليك. قال رحمه الله الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات.
متفق عليه. قال الجوهري: الفرسان من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. نعم، حديث عظيم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه النساء على وجه التحديد: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، لا تحقرن جارة لجارته، يعني أي شيء تبعثه الجارة لجارتها فإنها تؤجر عليه، ولو هذا الحافر الذي أصلا لا يهدى ولا يؤكل، الحافر من الدابة مثل الخف من البعير وحافر الشاة مثلا، هذا كيف يهدى؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن المرأة لا تحتقر المعروف ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا ليس له قيمة. يعني بعض النساء، طبعا لماذا الخطاب للنساء؟ لأنه جرت عادة النساء أنهن يتفاخرن في مثل هذه الأشياء، ولذلك تستصعب أن ترسل لجارتها الشيء المحتقر أو اليسير، تقول هذا إيش يسوي؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام من النساء على وجه التحديد أن لا يحقرن شيء، لا يحقرن شيء، الملعقة والسكين والشوكة والإناء والطبق، وحتى لو كان بلاستيك، حتى لو كان أشياء تقول كيف هذا، لا تحقر شيء. أو والله صنع الطعام قليل وقالت وش أسوي مثلا، هذا ما يكفي، لو أعطيت جارتنا هذا عيب. لا تقولين عيب، لا تحقرين شيء، لا تحقرن جارة لجارتين ولو فرس نشات، فرسن اللي هو الظلف أو الحافر أو الخف مثلا، هذا مع أن مثلا ما أراده، ولكن هذا مما جرت العادة بعدم إهدائه، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حتى ولو كان قليلا فإن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا. نعم. سن الله إليك. قال رحمه الله التاسع عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة والقطعة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم. الإيمان بضع وسبعون أو 64 شعبة، هذا يدلنا على أن الإيمان ليس شيئا واحد، وإنما الإيمان شعب ومراتب، شعب ومراتب. الرواية هنا على الشك 70 أو 60 أفضلها، وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وبه يدخل الإنسان الإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني لاحظ الآن أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما بين المرتبة الأولى والمرتبة الدنيا شعب كثيرة، شعب كثيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان ليس شيء واحد. ومن من ذهبت منه شعبة من شعب الإيمان بقيت بقية الشعب، وهذا على خلاف مذهب الوعيدية والوعدية. الوعيدية يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، نعوذ بالله من هذه العقيدة، وهذه قامت على التكفير وعلى التخليد بالنار لأصحاب الذنوب، نسأل الله العافية والسلام، وهم الخوارج. الوعدية وهم المرجئة يقولون الإيمان أيضا شيء واحد، لاحظوا الفرق، هذول يقولون الإيمان شيء واحد، والمرجئة الوعدية يقولون شيء واحد، لكن ما هو الفرق؟ هؤلاء يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، الوعدية المرجئة يقولون هؤلاء إذا وجد بعضه وجد كله، يعني لو وجد أدنى مثلا إماطة الأذى عن الطريق أصبح الإنسان عنده مثل إيمان جبريل أو مثل إيمان أبي بكر، وهذه عقيدة من أخطر العقائد. أما أهل السنة والجماعة وهم أسعد الناس بالدليل وأحظى الناس باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الإيمان شعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان شعب، ولأن الله تعالى قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال جل وعلا وزدناهم هدى، إذن الإيمان يزيد وينقص.
فكلما حصل الإنسان شعبة من شعب الإيمان ازداد إيمانه على قدر هذه الشعبة، على قدر هذه الشعبة، وقد يكتمل إيمانه إذا حصل جميع الشعب. وإذا نقصت شعبة من شعب الإيمان نقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة، بمعنى يبقى عنده من الإيمان ما بقيت بقية الشعب، ولا ننفي عنه الإيمان ولا نزعم بأنه مثل إيمان جبريل. إذا نقصت شعبة من شعب الإيمان ما نقول بأن إيمانه مثل إيمان أبي بكر مثلا، لا، نقول عنده ناقص الإيمان على قدر هذه الشعب، على قدر هذه الشعب. لذلك عندنا ما يسمى يطلق عليه الفاسق الملي، رجل مسلم وكذا، عنده بعض شعب الإيمان لكن عنده ذنوب وآثام ووقع في محظورات كبيرة، هذا ما يخرج من الإسلام لكن عنده نقص من الإيمان على قدر هذه الذنوب والآثام. المقصود بارك الله فيكم بأن هذا الحديث حديث عظيم، يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعب الإيمان، وأن الإيمان 70 أو 60 شعبة. وقد اجتهد الحافظ البيهقي رحمة الله عليه وعلى هذا الحديث، وصنف مصنف سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان، وشرح أيضا الشعب، شرحت شرحها البيهقي رحمة الله عليه، واختصرت أيضا، اختصرها كثير من أهل العلم، وطيب أن يراجع. لكن الشعب طبعا اشتملت على نصوص وآثار كثيرة، النصوص منها ما يصح ومنها ما لا يصح، سواء من حيث الوضع أو من حيث الضعف، يتنبأ طالب العلم لهذا. لكن الحمد لله الآن شرح شعب الإيمان مخدوم ولله الحمد والمن. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المفضلة إن وجدت، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائلة تقول: أنوي قبل التكبير بقليل أن أصلي الظهر، ثم إذا كبرت أشعر أني غفلت عن النية، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ وهل لا بد أن أكون مستحضرة نية صلاة الظهر حتى التكبير؟ الحمد لله، يظهر والله أعلم أن هذه رفضة لديها وسواس، وهذا كثير عند يعني بعض الناس يبتلون بهذا الوسواس، فيكثر عندهم هذا النوع من الأسئلة. يعني أختي الفاضلة بارك الله فيك، النية هي عزم القلب على فعل الشيء مع طبعا وجوده بعد ذلك. النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة. النية هي يعني استحضار العبادة حين القيام بها، هذه النية. ولذلك كل شيء يقوم فيه الإنسان نية، حتى العادات هذه لها نية. يقول بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، كلفنا شيء شاق ما نطيق. فأنت لما جيت وقفت عند يعني على سجادتك وأردت تصلين، هذه نية خلاص. أنت الآن أنت إيش جاية تعملين الآن وأنت على السجادة؟ تطبخين مثلا، ولا جاية ترسمين على جدار؟ أنت جاية تصلين الله أكبر، هذه النية. أنت استحضرت بأن هذه صلاة، فأترك الوسواس عنك بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كثرت أخطاء الإمام في القراءة الجهرية وكان الأمر متكررا بشكل شبه يومي، فهل الأفضل للمؤذن السكوت عن الفتح على الإمام أم يفتح على الإمام مع كثرة ذلك؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة لمسألة الفتح على الإمام، مسألة خلافية بين العلماء. القول الأول ذهبوا إلى عدم جواز الفتح، وقالوا بأن من فتح على الإمام بطلت صلاته لأنه تكلم في الصلاة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا بمشروعية الفتح، واختلفوا متى يفتح على الإمام. من أهل العلم قال يفتح مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي بن كعب: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ فما قال له إذا كذا، يعني بعد إذا استطعمتك وكذا، يعني مثلا تفتح عليه، ما ذكر هذا. ولذلك قالوا من أول ما يشعر المأموم الحافظ الضابط أن الإمام أخطأ يفتح عليه. من أهل العلم قال: لا، ما يفتح عليه إلا بعد أن يستطعم الإمام المأموم. قالوا: كيف يستطعم؟ يعني يكرر الآية مرتين. قالوا: إلى 3 مرات. وهذا قول طبعا ما عليه دليل، لكن مجرد اجتهاد. قالوا: لأن الإمام قد يستحضر
الآية إذا كررها فلا حاجة لتدخل المأموم بالفتح. يبقى عندنا الجواب على هذا السؤال، نعم، المؤذن إذا شعر بأن الإمام أكثر الخطأ وربما الفتح عليه يسبب إرباك له أكثر، فالأفضل تركه. وعلى الإمام إذا أخطأ مثلا في القراءة وشعر بأنه لا يستطيع إكمالها وإكمال القراءة، و يعني حصر أو يعني صعب عليه هذا، فهل أن يركع في غير الفاتحة؟ طبعا هل أن يركع، ما ينبغي له أن يكرر الخطأ في القرآن، لأن هذا لا شك بأنه إساءة أدب مع كتاب الله عز وجل. فإمام في الركعة الواحدة يخطئ 3 مرات 4 ويكرر الخطأ، ما يصلح أن يستمر في القراءة، إنما يركع مباشرة ويكفي أنه قرأ الفاتحة ولله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. تقول السائلة خالي رحمه الله: قبل أن يتوفى كان مريضا مرضا شديدا، وكان نصف واع يتكلم معنا، وأحيانا يتكلم بكلام غير مفهوم، وكان ينادي ويتكلم مع المتوفين قبله. تقول: هل هذا من علامات الوفاة؟ وهل الإنسان إذا قرب أجله يحس بذلك؟ الحمد لله، الله أعلم. لكن عموما الإنسان إذا كان في سياق الموت تنزل الملائكة، جاء في الحديث الصحيح، هذا أمر غيبي، هذا من الأمور الغيبية. فالإنسان إذا قرب نزول الموت به جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فإن كان من أهل الإسلام والإيمان أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان من أهل الكفر والنفاق الاعتقادي أخذته ملائكة العذاب. ولذلك الله عز وجل يبشر المؤمنين وهم في سياق الموت، وهم في سياق الموت يبشرهم الله عز وجل، ولذلك يرون الجنة وهم في سياق الموت، في سياق الموت يبشرهم الله عز وجل. أما قضية أنه يتحدث مع الأموات، الله أعلم، هو من انتقل إلى الدار البرزخية حتى يتحدث مع الأموات، لكن قد يعني يغلب على الإنسان مثلا النزع وكذا، وربما هو يستذكر شيء من هذه الأشياء ويتكلم، وتبقى أمور غيبية، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يغتر ببعض القصاص ودعاة السوء عند بداية استقامته، فإذا نصحتهم بعدم السماع لهؤلاء وعليهم بأهل العلم الربانيين يتضايقون من ذلك، فهل أنصحهم أم أتركهم خشية نفورهم عن الاستقامة؟ الحمد لله. طبعا يعني فيها مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق أيضا بالجانب النفسي وبالارتباط مع الآخرين. جرت يعني طبيعة النفس البشرية أن إذا أحبت رمزا من الرموز أو أصبح أو كان هذا الرمز سبب في صلاحها وهدايتها أن تتعلق به، تتعلق به، وهذا أمر لا يجوز لنا أن نفصله عن المشاعر الإنسانية، ما يجوز لنا أن نفصله عن المشاعر الإنسانية. لكن من الناحية الشرعية يجب علينا أن نعالجه. وأما قضية أنني آتي فأحذر مباشرة، لن يقبلك أحد، ما يقبلون منك. لماذا؟ لأن هذا يقول: الله هداني إلى الصلاة وترك شرب الخمر وترك المعاصي على يد هذا الإنسان، على يد هذا الإنسان، فيرى بأن هذا الإنسان هو طلق النجاة له، هذا الإنسان هو السبب في أنه يعيش مثل هذه الأجواء الإيمانية والمناخات الروحانية مثلا. طيب، ما هو دورك؟ أنت الآن إذا تعتقد بأن هذا الرجل الذي اهتدى على يديه هذا الإنسان ضال مثلا، عنده بدع خطيرة، عنده مثلا انحرافات مثلا، من الخطأ أن تقول احذر هذا أو اتركه، ما يقبل منك. لكن المسلك الصحيح، وهذا يدخل ضمن قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إنك الآن تعطيه البدائل. طيب، ما هي البدائل؟ العلماء، تدل على حلق العلماء، تعطي مثلا كتاب أو يستمع إلى شيء أو تدل على كذا، وهذه مجربة سبحان الله. كثير الآن من طلبة العلم كانت بداياتهم على يد أناس من أهل البدع والأهواء، لكن الله عز وجل وفقهم بأناس أخذوا بأيديهم أخذا رفيقا لينا، فقالوا لهم مثلا زيارة: ما رأيك نحضر درس الفلاني
فلما ذهب وجد بأن هذا الذي ينقصه، هذا الذي يحتاج إليه. وحصل حقيقة مواقف كثيرة مرت في حياتنا لأناس كانوا على انحراف، فلما حضروا درس علمي وجدوا الفرق الكبير. فأنت الآن يعني تكسب حقيقة أمور. أول شيء أنك ستكسب هذا الرجل جزما. الأمر الثاني أنك الآن دللته على هدى، ولك مثل أجره من دون أن ينقص من أجوركما شيء. أما قضية والله يعني بعض الناس الآن غيره لكن غير منضبطة، يقول أترك فلان لا تستمعي، طيب هذا يقول لك هذا سبب هدايتي، كيف تقول لي هذا الكلام؟ أنا سأترك أنت، ها؟ سأتركك أنت. ولذلك بعض الناس ما أدري سبحان الله، خاصة اللي عندهم محبة للسنة ويعني ارتباط في السلف الصالح، لديهم هذا النزق وهذه العبارات الغليظة اللي فعلا تجعل حاجز وحجاب وجدار بينه وبين الآخرين. لابد الإنسان أن يستشعر مثلا، يعني لاحظ في قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت لما تجي تسب آلهة المشركين سيسب ربك وخالقك ورب الناس جميعا. فنهانا الله، ومن جملة الفوائد أنك تنتبه لا تلمس رموز هؤلاء. هؤلاء هذه معبوداتهم، يعني نشأوا شبوا عليها وشاخوا عليها وهم يعبدونها من دون الله. فقضية انتزاعها من القلوب بهذه الطريقة ما يمكن، ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله الله تفلحوا، فهموا. كذلك أنت أخي الفاضل أخت الفاضلة، لابد حقيقة من الحكمة في الدعوة إلى الله، لابد من الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ من هدي ودله. يوجد بعض طلاب العلم الفضلاء يعني أخذ هذا النزق وأخذ هذا العنف والغلظة من بعض المشايخ اللي تأثر فيهم هو، لكن ما يلزم أن يكون الشيخ هذا على حق. ولذلك إذا أردت الأسلوب اللي فعلا تستطيع أن تنقذ هذا الإنسان، أنت تكثر من الجلوس معه، مثلا تأخذه إلى عالم، تهديه كتاب، ولا تذكر شيخ هذا اللي اهتدى عليه، الشيخ الضال طبعا اهتدى عليه، لا تذكره بسوء. هو إذا مر وقته فعلا أصبح عنده حصيلة علمية شرعية ومعرفة قواعد الشريعة، وبدأ يميز بين الحق والباطل وبين الرغوة والصريح، صدقني هو سينفض يده من هذا الشيخ، وربما يقوم إلى دعوة هذا الشيخ إلى يعني الطريق المستقيم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو تقول السائلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إذا فقد المريض الوعي قبل موته فكيف يمكن تلقينه؟ ما يلقن، يعني تلقينه عبث ما دام أنه في غيبوبة، ما يلقن، ما يلقن. وهذا على السنية والاستحباب، فإذا أفاق يقال قل لا إله إلا الله، إذا كان في غيبوبة ما يقال قل لا، لأنه في غيبوبة يعني هو في غير الوعي، ما هو فاقد للإدراك وللإحساس. نعم أحسن الله إليكم. تقول عندما يحتضر الإنسان هل يمكن أن يبقى أياما يحتضر ثم يموت؟ نعم نعم، الاحتضار يختلف من شخص إلى آخر، فمنهم من يحتضر لحظات ومنهم من يحتضر ساعات، وبعضهم قد يمتد فيه الاحتضار. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة أخي يخرج زكاته على فقراء يعرفهم، فهل إذا دللته على منصة موثوقة خاصة بالفقراء أكون بذلك قد قطعت عنهم هذه الزكاة لأني دللته على مكان آخر؟ نعم لا، أتركي هذا ما دام أنه قد تعاهد فقراء يعرفهم ويكرر عليهم سنويا وما زالوا في مرحلة الفقر ولم يكن عندهم كفاية، لا أتركي، لا تحرمين من هذا الباب، وأخشى أنك قد تكوني سددت عليه باب من أبواب الخير. أحسن الله إليكم. هناك فتاة عمرها 11 سنة وهي بالغة تريد أن ترتدي النقاب والخمار، لكن والدتها ترفض بحجة أنها لا زالت صغيرة، ما حكمها وما تفعل في هذه الحالة؟ إذا بلغت لا، إذا بلغت لا يجوز لوالدتها أن تمنعها من الحجاب حتى لو قالت بأنها صغيرة، لأن البلوغ هو بداية التكليف، وهو يجري عليها القلم، الآن مخاطبة هي،
خاطب بالأمر والنهي، لذلك على والدتها أن تسأل أهل العلم ولا يجوز لها أن تمنعها. هذه نعمة من نعم الله، سبحان الله العظيم. الآن كثير من الأمهات يشتكين عدم استجابة بناتهن للحجاب، وهذه بنت اللهم بارك من عند نفسها تريد الحجاب وأمها ترفض، سبحان الله، شيء عجيب والله، مفارقات عجيبة عموما على الأم هذه. يمكن بعض الأمهات لها حسابات معينة، تقول لها ما زالت صغيرة وأخشى كذا، لا لا تخشي، هذا الحمد لله كله خير لها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يتزاور مع أرحامه لكن ليس بينهم وبينه عداوة أبدا، وإذا رآهم سلم عليهم وسأل عنهم، هل يعتبر قاطعا لرحمه؟ لا لا يعتبر قاطع لرحمه ما دام أن يؤدي الحق الواجب. طبعا أنا لا أتكلم عن الوالدين والإخوة والأخوات، لا، قد يكون أعمام وعمات وخالات وأخوال وأولاد عم وأولاد خال. أما الوالدين لا، الوالدين هذه قطيعة والعياذ بالله. أما قضية الأرحام يرى بأن من المصلحة أنني فقط أضع مسافة بينه وبينهم لأن في إشكالات وفي كذا، ما في بأس، أهم شيء يؤدي الحق العام، وهو التهاني في الأعياد، المشاركة في الآلام والآمال، الآلام في العزاء، الأفراح مثلا في الزواجات. الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب وغيرها تؤدي دور كبير، السلام عليهم، الاتصال أيضا. نعم أحسن الله إليكم. كيف يتعامل الشخص مع الأحلام المزعجة؟ أولا يدخل عن يساره إذا استيقظ ثلاثا، والثاني أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والثالث أن يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، والرابع أن يغير جهة نومه ينقلب، وإذا كانت الرؤية مفزعة ومقلقة له يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين يقترعها الله عز وجل من نفسه ولا يجد لها أثرا. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: إذا قلت لأختي أحبك في الله يكون حبي يخالطه بعض المصالح والحب الفطري، ما حكم ذلك؟ أختها شقيقتها يعني؟ أي نعم. طيب ما في بأس، حتى لو خالط بعض المصالح لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. آمين، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.